Semana áudio. الصوت ظهر عندكم العبط والصوت واضح. دكتور بس صوتك. دكتور ظهر. دكتور نعم موجود. اوكي، خلينا نبلش عاد ان شاء الله نكمل. فقلنا طبعا بعد انه يعبر الباثوجين الباريرز اللي اخذتوها بالمحاضرة السابقة يا دكتور حيدر، اللي راح يصير انه اكو يعني certain patterns اللي احنا نسميها pathogen associated molecular patterns، certain molecular patterns هذه هي تكون specific for these microorganisms، يعني they are unique for them، they are not present in our cells. لذلك يتعرف عليه جهاز المناعة. الأمثلة عليها طبعا هي مثلا ال RNA single strand أو double strand بالنسبة للفيروسز. عندنا certain proteins مثل البلين والفلاجيلين اللي موجودة على البكتيريا. عندنا certain structures on the cell wall of the bacteria مثل lipopolysaccharides on gram negative or lipoteichoic acids on gram positive. And certain carbohydrates present on some fungi مثل المنان والجلوكان. واكو فد شيء اخر اللي نسميه بالدامج اسوشيتد مولكيولار باترن اللي هو دي اي ام بي وليس بي اي ام بي. هذا الدي اي ام بي هو نتيجه انه there are some endogenous molecules مثلا produced by the cells when they are died, when they are damaged by the immune system. هي الأمثلة عليها مثل المونوسوديوم يوريت، هذه هي تطلع من المايكرو أورجانيزم أو من السيلز، هي تسمى بالدامج أسوشيتد موليكولار باتن، معناتها أكو سيرتين انفيدنج مايكرو أورجانيزم والجهاز المناعي لازم يبدي يهاجمه يعني بشكل نون سبيسيفيك اللي هو بشكل الانيت اميونيتي. الآن how these PAMP and DAMP can be recognized by the immune system. ال innate immune system uses several types of cellular patterns. يعني موجودة هذه ال patterns أكو certain receptors موجودة على السيلز ممكن أنه can recognize these pattern associated molecular pathogen associated molecular patterns أو damage associated molecular patterns. وعادة هذه الريسبتورز هي موجودة بشكل inherited يعني من الجينز داخل ال immune cells، ولكن هي فقط مهيئة لكي تعرف هذه ال pattern associated molecular patterns أو ال damage associated molecular patterns. هم راح من عندكم البرزنتيشن لو رجع نعم دكتور. لا ما راح موجود. ما اعرف من ده اسوي بريزنت للباوربوينت ده يروح. زين خلي ارجع.
ألو شباب، واضح بالنسبة لكم البرزنتيشن هسه؟ مكتوب تشارك شاشتك مع الجميع بس ماكو صورة. دكتور بس العفو، نعم نعم دكتور تقدر تكمل؟ احنا عندنا ملازم، فيعني انت احكي واحنا نطلع للملزمة عادي مباوع، يعني كمل بس صوت. جيد جيد. نعم، وصلنا الموضوع. قلنا انه هذه الباثوجين اسوشيتد مولكيولار باترنز والدامج اسوشيتد مولكيولار باترنز ار انكودد باي ذا انهبيتد جيرم لاين جينز، يعني هي موجوده بالجينز مالتنا، بس هي عاده يعني الا تتعرض لهذا الباثوجين حتى تبدي تعرفه. اذا تشوفون سلايد رقم 15 اللي هو هذه examples على الـ receptors الـ pathogen associated molecular pattern receptors اللي هي يعني تتعرف على هذه الـ pump والـ dump. الـ example عليها مثل toll-like receptor، اللاكتين اللي ممكن يتعرف على الـ fungal polysaccharides، وبعدين بالنتيجة ممكن أنه أكو قسم منها تتعرف على الـ viral DNA، على الـ microbial DNA، هذا مايكروبيال دي ان اي، وبالنتيجه ممكن تدخل داخل الاندوسوم وتبدي عمليه يعني الاذر بروسيجرز اللي هي عمليه الفاجوسايتوسيس والاندولايسس. السلايد رقم 16 اذا تشوفوه تشوفون انه شلون اكو expression of inflammatory genes على مستوى الجينز. مثلا عندنا هاي نيوكليير فاكتور كابا بي اللي هو يحفز بالنتيجه السيتوكاينز، يحفز الكيموكاينز، يحفز الكوستيمولاتري مولكيول، ويؤدي الى الاكيوت انفلاميشن or stimulation of the adaptive immunity، مو شرط الانيت immunity، أو أنه ممكن أنه يصير a secretion of some types of interferons بحيث نوصل إلى حالة الـ antiviral state اللي هي ممكن أنه يعني تواجه الـ virus. السلايد رقم 17 هو سلايد مهم اللي هو يشرح عملية الفاجوسايتوسيس. مثل ما تشوفون الخطوة الأولى هي الكيموتاكسيس والأدهيرنس of the microbe to the phagocyte، وبعدين عندنا الخطوة الثانية هي ال ingestion of the microbe، يدخل إلى داخل الفاجوسايتس، وبعدين يبدأ عندنا formation of the phagosome اللي هو الوول اللي يحيط هذا الميكروب بشكل كامل. بعد ما يتكون الفاغوسوم راح يبدأ يصير عندنا fusion of the lysozyme اللي هي موجودة داخل السيلز ويا الفاغوسوم، ويكون ما يسمى بالفاغولايسوزايم. طبعا هذا الفاجولايسوزايم راح يؤدي الى digestion of the ingested microbe by the enzymes اللي هي موجوده باللايسوزايم، وبالنتيجه يعني راح تتكون عندنا certain materials wastage materials اللي هي هذا المايكرو اورجانيزم راح يكون غير فعال، وبالتالي ممكن انه يطرح الى الخارج. طبعا هي هذه إحدى الطرق، وهذا طبعا موضوع الفاجوسايتوسيس هو يعتبر من أساسيات موضوع الأدابتيف إميونيتي اللي هو يعني هواية ممكن أنه يعتمد عليه الجسم كموضوع innate immunity. وطبعا هذه السلايد 18 و19 و20 هو يحكي على الخطوات، عفوا السلايد 18 و19 هو يحكي على
الخطوات مال الفاجوسايتوسيس. مثلا بالبداية هذه ستيب 1 بسلايد رقم 18، تشوفون عندنا البامب اللي هو الباثوجين اسوشيتد مولكيولار باترن ويل بايند وذ باثوجين ريكوجنيشن ريسبتورز بي ار ار اس، اللي هو بالنتيجة هذا راح يكون هذه الريسبتورز اللي هي لونها بالاصفر اذا الالوان مبينة عندكم، هذه هي راح تكون موجودة على الفاجوسايت بمختلف انواعها، وتبدي هاي البروسيس اللي ذكرناها بالسلايد اللي قبله. بعد ذلك طبعا الخطوه اللي بعدها هو الفيوجن مال اللايزوزايم، وتبدا عمليه الديجريديشن بمختلف انواعها، سواء بوجود الانزيم، سواء بوجود سيرتين نيتروس اوكسايدز، الديجنراتيف انزيمز اللي قلناها، وبالتالي طبعا ايضا راح تحفز فاجوسايتس انه تفرز سيرتن سايتوكاينز سيرتن كيموكاينز. الكيموكاينز راح تجذب اذر فاجوسايتس الى الموقع، وتجذب ايضا الادابتيف اميون سيلز الى هذا السايت مال السايت مال الانتري مال المايكرو اورجانيزم. عندنا السلايد رقم 21، السلايد رقم 21 يحكي على موضوع الـ يعني ميلي موضوع الفايرال اميونيتي. احنا ان شاء الله راح ناخذ اميونيتي تو انفكشن ليتر، ونشوف الفروقات بين البكتيريال شلون تصير الاميون ريسبونس والفايرال. بس بالانيت اميونيتي اكو شيء اسمه الانترفيرونز، هذه الانترفيرونز هي مهمه لموضوع الفايرال اميونيتي. بس ان جنرال طبعا هذه تايب 1 انترفيرونز هنا سواء الاي او البي، كل واحده تفرز باي ديفرنت تايب اوف سيلز. مثلا تايب اي اللي هو انفرز باي الدندريتك سيلز، تايب الفا احنا نسميه، والتايب بيتا اللي هو ينفرز باي نون ليوكوسايتس مثل فايبروبلاست. يعني فايبروبلاست تنتج لنا البيتا انترفيرون in response to viral infection within 5 minutes، يعني هذا فيما يخص الـ innate immunity. بالنتيجة طبعا ممكن أن يعني شغله هو هذا الـ interferon، أنه first it will lead to inhibition of RNA dependent protein kinase، وهذه العملية مهمة لتصنيع الـ RNA للفيروس، بالتالي يمنع تكوين يمنع تكاثر الفيروس. And it will lead to activation of apoptotic pathways. الأبوبتوتيك هو عملية الـ program cell death، يعني موت الخلايا اللي هي تحتوي على الفيروسز، لأنه الفيروسز يكون موجود intracellular. أيضا it will lead to activation of other macrophages و dendritic cells، بالنتيجة راح تضخم عملية الـ defense against this invading microorganism. سلايد رقم 22، there are some microcidal molecules بالإضافة للإنترفيرونز. هذه الميكروسايدال molecules تفرز بواسطة some epithelial cells، تفرز بواسطة النيوتروفيلز، وتفرز بواسطة الماكروفاجز. example عليها هي الديفنسين، الكاثيليسيدين، اللايسوزايم اللي قسم يعني ذكرناه في موضوع الفاجوسايتوسيس، والدي ان ايز والار ان ايز اللي بالنتيجه تسوي ديجريديشن للدي ان اي والار ان اي اللي موجود قدامها. ايضا من الميكانيزمز اللي ممكن تشتغل هو الكومبلمنت سيستم، وان شاء الله هم ايضا هذا راح ناخذ عليه محاضره اللي هو سلايد رقم 23. هو مجموعه من الانزيمز والبروتينز اللي تعمل بكاسكيد واي، يعني بطريقه تسلسليه، والى اهميه بالانيت والادابتيف اميونيتي. باعتبارها سوليوبل بروتينز it will attack these pathogens that they evade the cellular contact of the immune system.
النوع الرابع من السيرتين كيميكالز اللي ممكن تشتغل بالإنيت اميونيتي هي السيتوكاينز والكيموكاينز. طبعا دول سكريتد باي ديفرنت ليوكوسايتس وار سيلز، ولها علاقه طبعا بالإنيت اميونيتي، بالادابتيف اميونيتي، وبالانفلاميشن ان جنرال. طبعا هي acting in an antigen non-specific manner إذا إحنا بدنا نحكي بال innate immunity، لأنه ال adaptive immunity هي لها علاقة بال antigen specific manner، بينما ال innate هي بواسطة antigen non-specific manner بواسطة الذني اللي قلناها، اللي هي ال pattern associated ال pathogen associated molecular pattern اللي موجود في مخ، يعني مو specific for that microorganism، بس هو ما موجود ب our cells طبعا on our cells. طبعا هذه السيتوكاينز والكيموكاينز من اسمها هي كيموكاينز تسوي كيموتاكسيس for other cells to the site of entry of that microorganism وتؤدي الى cellular activation. طبعا اكو سيرتن ديفنس ميكانيزم اللي هي سيلولار ديفنس ميكانيزم، يعني السيل اور اميون سيلز ويل اكت دايركتلي بشكل مباشر على ذيز مايكرو اورجانيزمز. طبعا افتر ريكوجنيشن اوف باثوجين اميون سيستم، يعني اور اميون سيستم ويل امبلوي سيلولار ميكانيزم تو كومباكت انفكشن. اذا هذه اللي ذكرناهن اللي هي يعني الانترفيرونز او المايكروسايدال موليكيولز او الكومبلمنت او السيتوكاينز والكيموكاينز، ايضا راح يبدي يشتغل وياها السيلولار. شرحنا واحده منها اللي هي الفاجوسايتوسيس باي ماكروفاجز اند ان نيوتروفيلز والناتشرال كيلر سيلز. طبعا لها شغل جدا مهم في موضوع الكيلينج of the cells that contain the virus or even injured or transformed cells. يعني هنا المقصود بهذا السلايد اللي هو رقم 25 اللي هي cellular defense mechanisms، أنه sometimes we have to destroy the cells, our cells that con that have the microorganism inside it. Mainly the viruses will go intracellular and will lead to destruction and will lead to يعني بعد ما يصير في عملية multiplication ويتكاثر ممكن يطلع من السيل يروح إلى مكان آخر. فاللي يصير أنه natural killer cells will kill the cells that contain these viruses قبل ما يطلع هذا الفيروس ويروح ل other cells ويزيد ال infection. وهذه ال natural killer cells راح يسوي destruction لهذه السيال وبداخلها الفيروس، وسمتايمز لها دور مهم بالكانسر اميونيتي ان شاء الله راح ناخذه، اللي هو المقصود به بالانجرد او ترانسفورمد سيلز. اذا شافت السيلز مو هي ضمن المواصفات المضبوطه للبودي، سواء كان في داخلها فيروس او ما في داخلها فيروس، راح تسوي لها كلينج. طبعا الفاجوسايتوسيس هذا السلايد هو حكيناه. طبعا اكو طريقتين ممكن انه تشتغل عليها الماكروفاجي، طريقه الفاجوسايتوسيس اللي هو اي، او طريقه البي اللي هو ماكروبينوسايتوسيس، هو مو بواسطه ريسبتر وانما فقط تتكون مايكرو موليكيولز تحيطها وتدخل الى داخل السيل تنفصل من الوال، بس بالنتيجه ايضا اللايسوزوم راح يجي عليها ويعني يفرز محتوياته من الديجريدينج انزيمز ويسوي ديستراكشن للمايكرو اورجانيزم اللي موجود بداخل هذه الفيسيكال انترا سيلولار. والسلايد اللي بعده اللي هو السلايد 27، هذا طبعا يشرح موضوع شلون الناتشرال كيلر سيلز ممكن تتفاعل مع السيلز اللي هي تحت الستريس او السيلز اللي هي ما بيها مشكله بواسطه تو ريسبتورز اللي هو كيلر اكتيفيشن ريسبتور كاب او الكيلر انهبيشن ريسبتور اللي هو بي اي ار اللي يمنع شغل الناتشرال كيلر. طبعا هذه مهمه بعمليه تنظيم شغل الناتشرال كيلر سيلز.
آخر سلايدات نحشي عليهن هو موضوع الانفلاميشن. مثل ما تعرفون موضوع الانفلاميشن هو نتيجة هو coordinated response to tissue damage. وطبعا اكو 5 signs for inflammation اللي هي redness, swelling, heat, pain and loss of function sometimes. أي منطقة ملتهبة بالجسم عندكم تلاحظون أنه يصير بها حمار, يصير بها يعني تورم, swelling, حارة كل منطقة مؤلمة, وفي بعض الأحيان يعني الفانكشن مالتها ما تكون مضبوطة بشكل كامل. طبعا الـ vital role of inflammation هو destruction of injurious agent if possible and restore tissue function. السلايدات اللي بعدها اللي هي 29 نشوف شلون صار هذا الـ tissue damage. سلايد 30 شلون انه صار عندنا فيزو دايليشن و increase permeability of blood vessels to the area with the chemicals الموجودة بالاريا مثل الهيستامين, الكاينينز, البروستاجلاندينز واليوكوترينز بالمنطقة, طبعا تكوين البلود كلوت, وبالنتيجة يعني هذه البلود كلوت راح تحيط هذه المايكرو اورجانيزم, وهذه عملية الصراع بين الاميون سيستم والفيدنج مايكرو اورجانيزم, راح ينتج عنه ما يسمى بالابسس الباس اللي هو موجود عندكم مؤشر بالاريا, اللي هو عادة يعني نتيجة هذا combat between the immune system and the invading micro organism. طبعا هو شلون ممكن انه يعني بعد ما يعني جزء من موضوع الانفلاميشن هو انه الفاجوسايتس will migrate to the site of inflammation and will do the phagocytosis bypassing between the يعني squeeze themselves between the endothelial cells اللي موجودة بالكابيلاري بالكابيلاري vessels. وبالنتيجة ممكن أن نصير عملية repair و regeneration of the epidermis or regeneration of the dermis أيضا اللي هي الطبقة السفلية, ويصير عندنا tissue repair. طبعا هذا إذا كان ال injury بالسكن. هذا example على ال inflammation شنو ممكن أنه يسبب. الآن السلايد رقم 33 اللي هو ليش يصير عندنا فيفر إذا صارت عندنا inflammation. طبعا الـ higher body temperature occurs as a result of certain cytokines يسموها بالبايروجينز. بايروجينز العلاقة بالبايروكسيا يعني العلاقة بارتفاع درجة الحرارة. Example of the pyrogenes هو الـ interferons. طبعا هذه الانترفيرونز هذه البايروجينز ان جنرالز will be carried in with the bloodstream to the hypothalamus بالبرين, والهايبوثالاموس هو الثيرموريجوليتر مال البادي اللي يعطي الايعاز لدرجه الحراره. بالنتيجه the hypothalamus will respond by raising the body temperature, يبدي يرفع درجه حراره الجسم بسبب وجود هذه البايروجينز. هسه السؤال how does the raising temperature get rid of the microorganism, شنو فائدة ارتفاع درجة الحرارة للتخلص من ال invading microorganism من ال pathogens. طبعا it inhibits the growth of many pathogens by at least two mechanisms. أول mechanism elevation of the body temperature above the optimal growth temperature. تعرفون يعني most pathogens اللي هي that can invade the body temperature that can invade our body, the growth optimal مالتها هو at 37 degrees centigrade. لذلك sometimes بالعمل يقولوا لكم incubation at body temperature اللي هي 37. فإذا ارتفعت ال body temperature at 37 صارت 38, بالنتيجة هذه ال temperature هي not optimal for the growth of these microorganisms. وبالتالي البادي ممكن يتخلص بعدها, ما يصير growth لهذا الميكروأورجانيزم. والنقطة الثانية هو how the fever can work to defend these microorganisms هو أنه it activates and speeds a number of other body defenses.
طبعا هذه يعني بالنتيجة هو أكو مقولة معروفة أنه الفيفا، وجود الفيفا دلالة على أنه الإميون سيستم دا يشتغل. احنا البيشنتس اللي عندهم انفكشن، واضح عندهم انفكشن وما عندهم فيفا، معناته اكو فد سيرتن ايرور بالموضوع. فوجود الفيفا سواء ولو مينيمم ديجري يعني دلاله على انه الاميون سيستم دا يشتغل. السلايد قبل الاخير دا اوضح لكم فد ملخص انه الميكروبز من يعبر البارير، من يعبر فيزيكال بارير او يعني اللي شرح لكم اياها دكتور حيدر في المحاضره السابقه، شنو راح يواجه من الامور اللي ذكرناها بمحاضره اليوم. راح يواجه الاكسيونز الماكروفيجز، بالنتيجه راح تسوي له انجستشن وتسوي اكتيفيشن مثلا فور انترليوكين 12. انترليوكين 12 راح يحفز الناتشرال كيلر سيلز، وعرفنا دور الناتشرال كيلر سيلز بالانيت اميونيتي. راح يؤدي الى افراز الانترلوكين 6، هذا الانترلوكين 6 راح يروح للليفر ويؤدي انه الهيباتوسايتس راح تفرز ما يسمى بالاكيوت فيز بروتينز، وتؤدي الى موضوع الفيفر طبعا. ايضا بحد ذاته هو الانترلوكين 6 هو ايضا ممكن يعتبر بايروجين، وبالتالي ممكن انه يوصل الى الهايبوثالاموس ويسبب لنا الفيفر اللي هي مهمه بالاميون ديفنس ميكانيزم. ايضا عندنا ادم انترلوكينز مثل الايت الوان تيومر نيكروسيس فاكتور الفا ممكن تؤدي لنا للفازو دايليتشن والانكريز ماسكولار بيرميابيلتي. عندنا الكومبلمنت سيستم بمختلف انواع بمختلف بالثري باث ويز ان شاء الله اللي راح ناخذه، بس الباث واي اللي هو يشتغل عندنا هو الفيرست باث باثوي الالتيميت باثوي، هذا هو يعني راح يكون له علاقه بالادابتيف بالانيت اميونيتي، يعني مو انتيجين سبيسيفيك بس ان جنرال، وبالنتيجه ممكن يؤدي الى موضوع الانفلاميشن. ناو ذا فاينل بوينتس بهذه المحاضرتين اللي اخذتوها ويا دكتور حيدر وياي، هو كنت تعرفون الانيشال ريسبونس تو مايكروبز ذات بريفنت control or eliminate infection of the host by many pathogens، شنو هي الميكانيزم، شنو هو الريسبونس. تعرفون الدامج سيلز وال وهاو ذا انيشيشن اوف ذا بروسيس اوف تيشيو ريبير اللي اخذناه بموضوع الانفلاميشن. And the innate immunity can stimulate adaptive immune response، يعني بالإضافة لشغلها أنه هي تواجه الميكروأورجانيزم بس هي أيضا تحفز الadaptive immune response later، and that can influence the nature of this adaptive immune response بحيث تخليهم optimal against different types of microbes. أنا أعتذر ل